نهاركم سعيد. اليوم الموضوع اللي رح نحكي عنه منه موضوع طبي أبداً، بس هو موضوع بيهم كتير الصبايا والشباب، يلي هو التلطيش. التلطيش هو نوع من التحرش الجنسي، وشي أبداً منه مقبول بمجتمعنا بهالأيام. حتى بالمجتمعات القديمة ما كان مقبول، مش بس إنه بالمجتمع هلأ منه مقبول. بدي اشرح لكم للصبايا ليه ما لازم تتأثروا بالتلطيش، ما لازم انتو تزعلوا اذا حدا لطشكن، وما عم اقول انه التلطيش شيء منيح ولازم تتقبلوه، بالعكس هو شيء ابدا منه منيح. بس بدي اشرح لكم ليه ما لازم تنزعجوا منه، وبدي اشرح بذات الوقت للشباب ليه ما لازم تلطشوا، ما لازم تقولوا كلمات معينة لبنت قاطعة بالشارع أو مرأة من حدكن، أو حتى بالشغل، أو حتى إذا كانت سائقة حدكن، ما بهم. راح نبلش بفكرة كتير كتير بسيطة، يلي هي الحيوانات بالغابة. أي واحد بيسمع تغريد العصافير ما بيعرف بالضبط تغريد العصافير شو هو. العصافير بتغرد لما تكون عم تبعت رسالة. بشكل عام العصفور الذكر بيكون عم يبعت رسالة للعصفور الأنثى، بما معناه إنه تعني تزوج، تعني عمل أولاد، أو تعني تزوج، بيجي بهالمعنى. ومش بس العصافير، معظم الحيوانات عندها طريقة معينة تتجذب الأنثى. مرات كتير تجي بالقلب، إنه الهدف مش بس بالأصوات، العملية كلها بتتم. مرات بينفش ريشه أو ألوان معينة، بس الصوت كتير كتير مهم. الشغلتين اللي بدي إياكم تعرفوها هي إنه كل فصيلة عندها أصوات معينة، والفصائل المختلفة ما بتفهم على بعضها. يعني إذا عصفور كان عم يغرد وسعدين عم يعيط بالغابة، السعدين مش فاهمين على العصفور، والعصفور مش فاهمين على السعدين، وهذا شيء طبيعي جدا، لأنه العصفور ما بيهمه يجذب السعدينة، والسعدين ما بيهمه يجذب العصفورة، إلى آخره، مع سائر الحيوانات أكيد. فإذا بدنا نطبق هالشي على الإنسان، وبالنهاية الإنسان بغض النظر إنه نحن كتير متطورين ومتحضرين، الإنسان بالنهاية هو فصيلة من فصائل الحيوانات، وبالتحديد من الثدييات. فأنت كصبية إذا قاطعة وسمعت الشاب عم يلطش، تلطيشة هي بدك تعتبريها مثل تغريدة عصفور. هلأ أنت منك من فصيلته لهذا الشاب يلي عم يلطش، فمن المفترض أنك حتى ما تنتبهي له، من المفترض حتى ما تفهمي عليه شو عم يقول. ولهالسبب بدي اياك ما تتضايقي ابدا. بذات الوقت بقول للشباب، انت اذا قاعد عم تلطش بتكون اعلنت عن نفسك انك فصيله من تنعتبرها فصيله من البشر منا متحضره. انت انسان، انت تشبه اكثر بالحيوان على انك انسان، بغض النظر انه علميا الانسان هو حيوان. انا عم بستعملها بالطريقه شوي مهينه بهالحاله، انه انت ما عادت عم تتصرف كبشر، انت عم تتصرف مثل سائر الحيوانات، مثل سعدان او عصفور او سحلية او اي نوع من الحيوانات. فصبايا لما واحد يلطشكن ما تعطوا اهمية، ما تعطوا اهمية، لانه مش مفترض انه تكونوا عم تتأثروا اصلا بتغريدة هالفصيلة الجديدة من الانسان. والشباب بقلن ما تكونوا فصيلة غير من البشر المتحضرين. هلأ في بعض البنات ممكن لما تسمع لطشي من حدا من هو الشباب تقول ياي شو حلو وعم يلطش وبتتأثر، لا ايه طبيعي جدا، لأنه هذه البنات بتكون من ذات فصيلة هذا الشاب المتهور، وأكتريتهم شباب بيكونوا فلتانين وزعران، وبتكون بنت مناسبة جدا لهيك نوع شباب. وإذا أنت كنت وحدة من هوش البنات اللي بيحبوا هيك شيء، ما بيعني إنه في مشكلة، بالعكس هذا الشاب مناسب لإلك.
بس لمعظم البنات، وانا عم بحكي عن اكثر من 99% من البنات يلي لما شاب يلطشهم وهن يتضايقوا، انا بقول لهم ما تتضايقوا، هذا الشاب اللي عم يلطشكم منه انسان، هذا نوع جديد من الحيوان مثل الببغاء بيقدر ينطق ونحن نفهم على الحكي اللي عم يقوله، بس هذا منه مناسب لكم. ما تعبروا اللطشي هدفه انه البنت تعمل مثل رياكشن، مثل تتجاوب مع اللطشي وانها تتضايق وانها تفاجئ انه الشاب انها تضايقت، لانه هن بيعتبروها تقريبا مثل الرياضه. فما تعبري، عيشي حياتك عاديه، وتذكري انه بالغابه العصافير بتغرد، السعادين بتعيط، ولا واحد عم يفهم على التاني.